خصوصيه لكل مريض. فبالتالي انت خلي البرنسبلز بالك تعتمد عليه وبالتالي تعرف شلون تشخص. ماشي؟ خلينا نشوف. So our lecture today is the interpretation, radiographical interpretation of supportive structures of طبعا تنقسم هنا الى جزئين، اول شيء هي البريودونتال تيشوز، بعدين عندنا البريابيكال تيشوز يعني related to the crown area and then to the periapical area. وراح نبدي الجزء الاول اللي هو related to the periodontal tissue. احنا اي حاله you have to know what is the normal so that we can differentiate from the abnormal. احنا هنا شو نقدر نحدد the height of the او the quality of the proximal bone normal. هذا اللي تشوفوه قدامكم هو عباره عن شيماتيك دايجرام مخطط يبين لك شلون بالنسبه للانتيريور تيث بالنسبه للبوستيريور تيث شلون تحدد الهايت اوف انتر بروكسيمال بون ان دي راديوجرام بالاشعه. يعني انت كلينيكلي تقدر تشوف بس ما تقدر تحدد انه هذا مريض هو نورمال او لا الا اذا اخذت له انت اكس راي اشعه. الاشعه تنأخذ مثل ما تنشوف هنا نسوي لها نجيب ورق الخاص بالرسم الهندسي نسوي لها what we call it is a survey. نحط نخطط التيث ونخطط البون على الورق الهندسي. بعدين نحط النقطة اللي هي نسميها سمنتو انامون جكشن اللي هي الجكشن ما بين السمنتم والانامون او ذا نقطة التقاء الكرام بالبروز هي هاي النقطة. This is the area. هذه النقطة نمدها للادجسنت تيث يعني تو ادجسنت تيث نمد نقيس المسافة ما بين هذه النقطة والهايت اوف ذا الفولار بون. Normally it should be between 2 إلى 3 millimeters below this point. هذا normal بالنسبة لل anteriors ونفس الشيء بالنسبة لل posteriors. This is normal height of the angular bone. This is radiographic. كل اللي نشتغل احنا radiographic. يعني حتى بالابحاث اللي يسووها طلابنا انه يجب ان يحدد يسوي this schematic diagram على الورقة الهندسية خاطر بعدين من خلاله يخلي الكرايتيريا هاو تو ايدنتيفاي ذا باثولوجيز بالنسبة للكيسز اللي سو يبقى احنا هسه راديوغرافيكلي شلون راح نقدر نقيم او نسوي انتربريتيشن فور ذا بريودونتال تيشوز. عند اول شيء عندك تو ستيبس مهمة انت فحص المريضة الكلينيكي كلينيكال اكزامينيشن اند راديوغرافيكال يعني انت حاط مريضك خليته بالدنتال تشير فتحت اللايت استخدمت ميرور بروف سويت كلينيكال اكزامينيشن لمريضك وخليت له الكرايتيريا انه هذا مريض اقول بالكتب سكورز اللي هي 0 1 2 3 اللي هي كلينيكال نوت واعتمد عندي السكورز اوف راديوغرافز اللي هسه قبل شوي حكينا خليت تو كرايتيريا ذا كلينيكال 1 اند ذا راديوغرافيكال 1 خليت الكلينيكال هسه اعتمد اني الراديوغرافيك فورمان اكوردنج تو ذا دايجرام. بالراديوغراف انا شنو يعني لازم اعتمد؟ دراسه الراديوغراف تعتبر هي ريتروسبكتيف ايفيدنس. What we mean by a retrospective evidence in the radiographs. شو تعني هاي؟ تعني انه it is an aid to diagnose and not as an substitute. هي شيء عينك يساعدك لكن مو معوض لي. فاذا انت تحديد البريودونتال يو هاف تو مين تو اكزامينيشن ذا كلينيكال اند ذا راديوغرافيكال سو تو جيت يور ديفينيت دايجنوسيس فور يور بيشنت. اوكي نيجي هسه احنا اخذنا الكلينيكال نرجع للراديوغرافيكال بالاشعه. وات وي هاف تو نو شنو الخطوات اللي انا اتبعها من خلال خاطر اخلي ماي اكزامينيشن تو ماي بيشنت. اللي لازم تعرفوا انه الاسسمنت اوف ذا بون لوس اند ذا فوركيشن انفولفمنت هي تعتمد على ديفرنس بتوين
the presence of the septal bone height. Will normal bone height for each patient will vary themselves, the patient himself, تختلف الأريات from one to another, anterior from posterior, the other from the other. فإذا الحالة هنا تعتمد from one to another patient نفس المريض تختلف من أريات إلى أريات. إذا anterior تختلف عن posterior. لو اختلف عن it is a particular يعني خصوصية. أنا يجب أن أعرف شنو المورفولوجي. باي مورفولوجي. هو شكل التعبير الأول الأبيرس راديوغرافي. زين أنا بالأشعة شو تسوي؟ بناخذ إكس راي. شو أشوف أنا بالأشعة؟ أشوف الهرش تمام؟ اللي هو التوب والبول. ولا من الدور اللي هو الأريال بتوين ما بين التوب ستراكشر أند ذا بول. فهذه اللي أشوفها أنا راديوغرافي. تمام لو لا؟ بالاضافه طبعا للراديو بيسنس اللي هي عند الباور. فاذا احط ببالي بالمورفولوجي انا عندي هارت شو وعندي زين. اول شيء اذا كان عندنا توث هو افكتد توث يعني تاثر بالديجري اوف بون لوس يعني كميه اكو غريزه تيجي يمكن عنده كميه بون لوس تمام. فهنا لازم اخلي ببالي انه الراديوغرافي هنا actually show the amount of alveolar bone remaining in relation to the height of the tooth. هذا حكي صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأن من اللي قدام اتفقنا انه بالاشعة اشوف اني هارد تشو ارم سوفت تشو. راديو اباسيتي وراديو ليسيس. واركز انا على الراديو اباسيتي. من هون راح؟ لأنه هو كان بيحدد كمية البولوس because according to the schematic diagram اللي انت احنا حطيناه قبل شوي. تشوفون الاسكيبس؟ زين. احيانا البون لوس يمتد بالتيث خصوصا بالبوستيريوس يوصل الى منطقه البايفوركيشن، شوفون البايفوركيشن هي منطقه تفرع الجذور. خصوصا في حاله البريوتانتايتس. فاذا هنا الفكره الاساسيه هو assessment of the severity of the disease and give the prognosis of the teeth and for the treatment. إذا من خلال الرول حددنا ثلاث نقاط أساسية. The severity, the prognosis, treatment. وهنا سبقت يشيل الرول اللي هو ينقص هاي هي أهم شيء نقدر نحددها من خلال أخذ الأشعة بالنسبة للمرفانة بالبريوتوكوس. هاي كانت نقطة أولى. النقطة الثانية إنه تحدد الـ local causative factor أسباب ليش صار هذا الحال. You have to put your philosophy about the case. تدخل فكرتك عليه. زين. The primary cause إذا كان هو primary cause of periodontal disease هو bacterial blood. يعني مريضك فحصت كلينيكلي شفت عنده ما يفرج blood مليان حلقة يعني موتي او هو سبب يعني انه يعني السبب الثاني هو involve some these factors indicating the calculus composition the inadequate restoration. فاذا اكو اسباب اوليه واكو اسباب ثانيه. I have to put this cause. زين اذا كان السبب هو اني في اعتقادي حسب فلسفتي هو because of the bacterial blood. تعرفون شنو هذا blood؟ فأنا من اكو بلاك واكو عندي مريض هو عنده عانى من انفليشن. فهذا شو تخلي ببالك؟ يور فلوسفي انه هو من خلال الفحص انت بين اكو كلينيكال اكو راديوغرافيكال بالاشعه بالفحص انت شفت هذا مريضك عنده البرايمري كوزس هو بلاك accumulation new patient. فايش تتوقع انه الكوزز مالته؟ يعني ليش صار عندك بروبلمز؟ ليش؟ السكندري لا احنا دائما نحكي عن الجنجبه. ما صار اذا شو بالجنجبه؟ يعني صار اذا ديتكشن
صار اكسبوز مسائل بون اي بعدين راح يتزرب شو البون فاذا كذا هالحاله شنو كان السبب هو انفلاميشن او ذا سراوندينج سوفت تشو سبب هذه الحاله البونوس زين تريتمنت بلان ايش راح تخلي اكوردنج تو ذات شلون؟ انت هنا تخلي مريضك عنده سوبر يعني تسوي له سكان بولشي تحط له بروجرام فور رشي تخلي على الماوث واش تخلي وتتابع الكيس حاله مالتك تمام لو لا وشوف البروجنوسيس مالتك يرجع كالتي لا يعني مختار التعاون مال المريض وياه يتصل طبعا يروح يتكلم ويل بيشنت ديسبوزس مالتهم انه يعتمد هذا على الكوبريشن بين يو اند يور بيشنت اباوت ذيس كيس زين اذا هذا كان البرايمري زين اذا كان سكندري يعني اكو اكوميليشن مال كالكولاس اكو ريستراتيف ديفكشن بيها عندنا فشلون يكون يور يعني يور تريتمنت بلان ديفكتيف فولينج شنو نسوي احنا جديد؟ ترى نشتغل من جديد يعني اولا كالكولوس يو هاف تو يعني هم يسوي سكيل بولش تمام لا لا بعد اذا كان الكوز اوف ذا مال الاينمنت اوف ذا ريستوراتيف فيلينج يو هاف تو ريكونتور ات اوكي تمام لا لا بعدين تسوي له تحط على ود تريتمنت بلان اللي هو اوبزرفيشن تعطي السبورت دراكس اللي هي هارد بولش رشي تريتمنت يعني ما تبقى الاورنجيكس وشوف مالتك تتابع فالفكرة الأساسية تعالج السبب whatever it is primary or secondary يعني إذا إحنا درسنا الحالة كليكي درسناها راديوغرافيكي حطينا treatment planning حطينا خطوات للعلاج واستمرينا مع مريضنا خلال فترة العلاج ونشوف البروجنوسيس مالت الكيس تمام؟ نشوف هاي الحالات اللي عندنا تضرب على الفار يعني اذا هذا سبب الاضافه انا عبالك قلت بلس لا يا ابو ماشي احنا نفس الشيء شوف الفلنج هنا شلون نسويها طبيب الاسنان ما شاء الله عليها هل ما بريت ان الفيديو بس هون الناس كيف نسوي تدرون السبب ليش هذا يصير انتم اللي تخلون الرجال ما تخلون الوجه ما تخلون بالشكل الصحيح الاسنان هي ودي بريت ان والله ده لو حد ربطه فلوضه بس احنا هنا سكندري كوزز We saw it in our radiographs, and we have to solve it to our patient. I'm already done it. Treatment plan for our patient to manage these cases accordingly. That's a couple of things. We have a couple of things. Travel.
هذا بيطالع شوي من هنا؟ بعدين الكلينك هو موجود بس يعني هذا كله تطبيق لكن هذا اول هاند فقط. وين جوا عندي هذا الفقط دنتست سبب. وين جوا عندي كاريزما؟ هذا وين عندي سبب؟ هذا كيس. هذا كيس. هذا طبعا يسمى كونتاكت بوينت يعني انتاكت كونتاكت بوينت تلاحظ انه فود انفكشن يصير بالكاريزما لما يصير فود انفكشن مرور الوقت يسوي بونص وبونص يعني سبب اخر وهي مالتي فاكتوريا يعني ذكرت لكم بس الكالكولس اللي ذكرت لكم المره الاخيره اكو دريفتنج اوف ذا تول اكو اللوس اوف ذا كونتاكت اوف ذا بوينت يسبب البوينت يعني انتاكت اوف ذا تول يسبب كل هاي الاسباب تسبب لك البولس وهاي كيف تقولين؟ طبعا شو تجيب؟ تجيب كيسات؟ يعني ماشي يعني اقول لك مريض اجى للعياده عنده يعاني من كذا حددي لي البرايمر وش بدك؟ اكو بالنسبة للأشعة احنا كفر يعني شو بدنا ناخذ التتابع مالنا زين السكسس اور اذر وايز تريتمنت ميجرمنت ان سلوينج داون اور ارستنج ذا بي دي ديزيز بيري دوت اوف سكسس بروموشن ان يو كوم فورميشن ان الفكره هي انه الرجل او نوقف الحاله ما تستمر او على الاقل يو كان انهانس بون فورميشن كان assessed by combination of clinical examination, indicative probing, and attachment force measurement, and of course periodic radiographic investigation. What we mean by periodic radiographic? يعني لكل خطوة أنت تسويها يقول لك المريضة تعالي بعد أسبوعين أو ثلاثة يروح يحط على X-ray for inflation وسوي assessment clinically and radiographically details. شوف أنت الحالة وقفتها أو صار عندك بورن فورميشن أو بالعكس الحالة صارت بارد وتقيم أنت الحالة معك ليش وتحط الأسباب السبب أكو مرحلة يصير عندك يرجع البورن فورميشن يعني اللي هو بعد البداية يعني إنشاء بارلوس يعني نات كومبليت بارلوس لكن بالسبيل بارلوس خلص يعني هاي definitely بعض الحالات سأقول يسموه عملية تسليح اللفة جماعة البريودنتايتس البريودنتس يخلون ليجمنت مادة صناعية وينشطون البون فورميشن يسموه بون جرافتنج يعني يخلون يعني اكو طرق حديثة هي حسب وحسب المريض يعني حالة المريض يعني يعتمد على الطبيب المعالج احنا هسه بدنا نقيم يعني وصلنا هسه الى بريودك راديوغرافيك يعني انه نقيم الحاله كل مرحله احنا ناخذها احنا شلون نقيمها على الاقل كل ثلاث اسابيع لانه هو كل ثلاث اسابيع يصير عندك انيشيشن للبون فورميشن او انيشيشن للبون بلوس يعني كل 21 إذن بس عرفنا احنا تقييمنا بالنسبه للمريضنا بالنسبه للكلينيكال والراديوجرافيكال زين بس نوع الاشعه اللي اخذها المريض شلون احدد قلت لكم نوع الاشعه الاخذ مهم انا شلون اقرر هذا المريض يحتاج بريابيكال نوع برول تكنيك دائما افضل يكون برول تكنيك هنا او اتز ابايت مي خصوصا البوستيريتي او اتز ابانورامي راديوجرافيك حاليا اكو نوع جديد من الاشعه نسميها زيرو راديوغرافي زيرو راديوغرافي مثل الافلام العاديه اللي تروها هذا السيلولوز فورم هذه يكون فورم عباره عن طبقه معدنيه مغطاه بماده ارسنيك ماشي اوكسيد ارسنيك وهي تعطيك راديشن يعني تتاثر بالاشعه وتعطيك راديشن وبالتالي you can duplicate your thoughts. نصر duplication تطلع صورة كل شواء يعني صرت من مكان الفيلم كمية حصلت يعني واحد يعمل بيش تروح يعمل احتفظ فهو هذا this is the best for
periodic taking for the periodontal cases patients. Okay. من خلال نقدر نحدد الباترن of the alveolar bone. شو بدنا نعمل؟ future radiograph taking for the periodontal. إذا كان عندك normal periodontal. شو تقصد بالnormal periodontal؟ يعني there is no evidence of this. صحيح هاي معناه؟ وشو تحدد هذا المريض is normal or not؟ فمن يصير عندك هنا يعني دوس اوف ذا بون حصل فيه ديسكونت Completely lost on the phone.
هذه انترس المكان الجديد شو ترسل؟ ما بيقدر يستخدم الفورسز ليش؟ ليش؟ ما بيقدر فراكشر؟ ما بيقدر يستخدم الفورسز ليش؟ عمار؟ طيب ما بيقدر يستخدم الفورسز
بس حصير بين بين الروت والبون مال 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 اي اي هاي شو اسمه فتحه بين بين السم بين الروت الروت وبين البون هو السوكت ماله هيترك تقصد النترت كذا؟ علي حميد علي حميد علي حميد علي حميد أكو أبيلانس للراديوغرافيكال أبيلانس إحنا شلون نحدد هذا مريضنا عنده فريودونتايتس من خلال الأشعة يعني شلون نقدر نحدد تايب أوف فريودونتايتس دائما يصير قلنا احنا الفريودنتايتس تاخذ وقت طويل في حقنا فاذا الفريودنتايتس من يصير ياخذ وقت طويل فاذا التاثير على البون لو عنده ياكل البون فالبون هنا يكون سموث ريسومشن ما يكون اريجولار خلفات لانه it is taking a long time هاي نقطه مهمه اكو بعض الامراض تسبب سيفير بون لوس ويصير اريجولار وان هسه نحكي مثل الفلاكن يعني مثل عندنا باجيت ديزيز الهايبر باراثايرويدزم يصير عنده رف لكن هنا يصير سموث بيكوز اتس تيكينج ا لونج تايم ويصير عندنا وايدنينج ان بي دي ليجامنت سبيس بي دي ام يصير عندك وايدنينج اوكي خصوصا هذا كريستال Lose of the normal shape and between the crystal bone and the lamina dura. هنا يصير عندنا فرق. يعني شكل البون هنا يختلف عن الروم. وهنا شكل البون لوس يكون نوعين ترى بالمناسبة. يكون vertical أو يكون horizontal. ال horizontal وال vertical بون لوس. شلون أحدد أنا هذا vertical شلون أحدد هذا horizontal؟ فإذا كان البولوس موازي لهذا الخط شوف هنا عندنا أول شيء السموث بولوس فقدان اللامينا جورا وهنا اتجاه هنا عندك هوريزونتال هنا عندك دائما في البوستيريور كيف موستلي موستلي يكون عندنا هوريزونتال بولس لكن في الانتيريور كيف يكون عندنا فيرتيكال بولس في البوستيريور يكون هوريزونتال في الانتيريور يكون اللوس اوف بون احيانا يستمر الى ان يوصل للبايفوركيشن اريا ومن وصل للبايفوركيشن اريا هذا شيء احسن على حميد شو يعني لانه سوينا عده تجارب على السنور اشتغلنا حتى عمليه زرع بون حتى بالبري هم فيه حلو اكثر يعني يجي يمسك على بعض الاوقات فهو من دوله فهنا
دائما اللي يصير عنده لوب عويه يمكن بالأبر مولرز اللي هو خصوصا السكسز وتدي تشمل عندهم الفليتر روتس وصلت دائما تشمل اللي هم عندهم لوب والبريو تبدي عندهم بالأبر سكس يمكن الفليتر روت يبدي ينسلخ من عند البون تماما بحيث تكون without bone at all بتاخذ شعاعات فانا طبيعي طيب اوكي هذا زين فاذا هنا يصير عندنا what we call bone destructive يصير this kind of this bone destructive تماما عمليه تحتيه العصب وين يصير بحيث وصل للبايفوركيشن حبيبي فبالتالي اذا شخص يصير عندنا complete widening للبيدي وكمبليت كوست طبعاً للامنة جوال السنتين هو اللي هو هنا اللي حجينا بكالكولاس أو كيريس كالك أو أوبر هانتلين بالدريبتينج whatever it is إحنا يصير عندنا including bontic design اللي هو شنو هو هذا lake of contact حسب حجينا يعني لو قطت من contact prevent fall loss وانا هواي يقول لك انا بنحشر الاكل دقيقتين اكيد انه يسوي له خلص او ريد فانت تتبع على هاي المقطع تريد الكنترول تريد الكونتاكت بوينت وياك نسوي كلاس 2 كافيتي فور يور بيت فور ابيك ديزاين شعيد شعيد هو يسموه هذا بونتيك ديزاين بونتيك ديزاين انه تعيد الكونتور اوف يور توث ديورينج كلاس 2 فورميشن سو ذات تو كيب ذا كونتاكت بين ذا ادجستمنت This is the bontic design. So that to prevent the accumulation of food, to prevent the bones. Yes. So بس يسوي class two. بس يسوي class two. أي. هذه المنطقة تبع. وبقية المقاطع يعني the contact point, the overhang. تبع عليه إنه مكمل أنت. رح والله من هذا مقام عمل فائدة. يعني انت سويت شغل اللي هو اللي هو مرضانا هنا يجون ما بين عمر 20 الى 30 سنه وذول بوزيتيف وومن كومن يبدي عندهم زعمه بالماكسيلاري تيث وبعدين يشمل ماشي تيبيكالي هو هنا عندهم فيرتيكال لوست اوف طبعا احنا قلنا البولوس يكون vertical بولوس عرفتي انا او انت وي كول ات في حاله الجنرال وي كول ات انجولار بولوس انت اسمي انا نعم وات اباوت ذا ابسس بيريودونتال ابسس خلوا بالكم اي ابسس يصير يعني بالاورال كافيتي هو بسبب التهاب اول ما يبدي اي التهاب عندك يسوي عندك الابسس خلاص فمن يصير عندك الباص معناها مريضة في اجاك تيست بالاكيوت كيس خلوها ديفينيتلي ابسولوتلي اوكي فاذا مريضة من يكون عنده شو بده يصير هذا الباص لما يصير عندنا باكت فمن يصير عندك بوكيت يصير بي اكوموليشن مات الفود باكشن فانكويز بوكيت يصعب اي مطر اي مطر لا توصل في الجولة فيصير اكوموليشن يصير ينتج عنه باس فورميشن من يصير باس فورميشن هنا يبدي عنده بي يصير يجعل المريض فالمريض يجعل تشوف عنده فد سوالين واضح بسبب الباس فورميشن So this patient is already in an acute phase of periodontitis. What you have to do for
such a patient. أولا you have to remove the trauma that will cause it, causing body loss, whatever it is. قد يكون هو كالكولوس, قد يكون هو الأوفرهاند, قد يكون عندك الانترستينج, أو قد يكون عندك اللوز أوف ذا برودكت. You have to remove the cause. بعدين طبعا تعالج الحالة لما تبدي تنظف المكان, سبب درينج للباس, أوكي, وتعطي طبعا سبب الانتباه للانتباتيك عن مافرش. المريض من هذا المي راح يعني يبقى ترى الباص في حالة البريود انتاكتس ياخذ طبعا سبع ايام. تقول لنا اذا ثلاثة سبع ايام طبعا اول يوم يسوي درينج للباص he will get relief pain يعني the first two days, لكن يبقى هو الالم موجود خلال سبع ايام يعني يحتاج هو دراج لمدة at least 5 days. ويجيك نهار السبع أيام تبدي تخلي الباك أو تخلي الأبرم حسب الحالة اللي يحتاجها للتريتمنت, إنه تسوي له ري سكالينج أند بولشينج أند ري أرينجمنت أوف ذا كيسز. زين هذا وات وي كول ذا ايد فور ذا ريدنتال ابسس بيكوز أوف ذا بولس لوكيشن أند ستيجز أوف ذا ديفلوبمنت أوف ذا ابسس. نعم احيانا المريض يصير عنده بوليودنتا ابسس بالاشعه واضح معناه هذا بوليودنتا لاترال بوليودنتا سيست نتيجه همتين لل وات وي كول لاترال. شلون فقع عندك؟ شلون فقع عندك الجبين؟ ده يصير اول اراوند يعني يظهر هنا يعني ماكو انتاكت هنا, انا اقول هون انتاكت هناك ما عندك انتاكت مفتوح مفتوح للاول انتاكت بينما هنا لا من تاخذ تسوي ما عندك فيت اكسس. هنا هذه الحاله بنفحص التوث التوث هنا بعد استوبر طبعا الاسنان بالريودن تاكس استوبر. فلما يكون عندك فايس فور توث فمعناه هذا ليتد تو ذا درينج كومينج فروم ذا اورال كافيتي تو ذا سيلف يعني عن طريق الفور مايكرو ليكيج اوف ذا كما شوي حالة في هالحالة احنا you have to associate من طبعا موضي في المانديبولار تيف في الكنان او في زين مرضانة اللي هما دايبتك تعرفون شو الكلام عندنا من الدايبتك؟ طبعاً البروغنوسيس بالأول صعب لكن البروغنوسيس الثاني أسهل ويعتمد هو أيضاً على الديفلوبمنت ما تنمو والفيميل اللي هو بريجننت لادي اللي هو عندهم هذا يكون هذا بريودك يعني زين المهم في قصة هنا هو عندهم غريز أبون ريسيرش. خلينا نحكي على تايب 2 اللي هو ياخذونهم مكعب دائما دولة معظمهم يصير عندهم بريودنتايتس باللور انتيريوس ويظهر عندهم بالسكس يعني اذا مثل جوفينايل بريودنتايتس. وين الفرق العربي؟ يعني بناخذ اشعه نشوف انه بريودنتايتس او بومبوس بدا عندهم باللور انتيريوس وبالسكس ابر لوس. اذا الفرق وين؟ المكان الفرق هذا عمره جوا العشرين هذا عمره فوق الأربعين. فإذا الكيس بتجيبه تحت العمر مهم يعني خطر أعرف الكيس هذا الجوناء نفس الإشعة نفس الطريق نفس الانطباع نفس الشيء يعني الإشعة قبل شوية شوفت تقول لي هذا شنو هذا شنو الانديكيشن تطوني فارمولي يعني جوناء بعدين تقول لي دايبيتك تايب 2 يو هاف تو تايب.
فإذا تايب 2 give you the same indication that the age is different. بنعطيك العمر أقول لك young between 20 to 25 and then you give you an adult. ما أعطيك عمر يقول إذا عمره يعني هو يعني ما بين 20 25 هذا إذا عمره فوق ال 40 إذا تستعد. طبعا هنا مرات يصير عندنا هذا الهرمون هو ديستربنس اللي هو منوع عندنا في كواليتي بريجنسي مينوبوز. مينوبوز هم تبدي عندهم نفس العدد فاذا يبقى عندنا الاحتمالات البقيه هي كواليتي وبريجنسي مينوبوز. فاكر طريقه عندنا ظهر عندنا نفس الشيء. اوكي خلصنا من البريودنتاتيس نيجي الى البريابيكال اوبورد اللي هي related to infection and prevention at the part of the tube. كل غرفة امتحان فاينل سيرجري هسه. هسه؟ يوم 10 واحد يطي الوقت. هذا موضوع مهم.